حياكم الله فيما تبقى وجولة جديدة نطوف بها على عدد من قصص الساعة. ليبرمان يوبخ الأسد على تبعيته لإيران، والعقوبات الأمريكية تلاحق الحرس الثوري مجددا. بعد نجاحها اللافت في التهجير القسري، أستانا تعبد الطريق بين دمشق وحلب. ومن شمال سوريا إلى جنوبها، المخيمات تغرق والجمعيات الإغاثية خارج التغطية. استمع إلي يا صغيري، ستكون من الفائزين. إياك والطريق الإيراني، ستأكلك الذئاب وثم نأكلك نحن. هذه عبرة يمكن استخلاصها ببساطة من نصائح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لبشار الأسد. في تصريحات هي الأقسى منذ تصاعد التوتر، ينصح وزير الدفاع الإسرائيلي ينصح بشار الأسد بالقول: اذهب إلى خامنئي وأخبره بأنك لست دمية في يده، ثم حاول التملص جاهدا من التطبيع الإيراني واعتبر مما جرى في الأيام القليلة الماضية. يعني تشعر وكأن فيكتور ليبرمان هو الأم تريزا بالنسبة لبشار الأسد. تنبيهات أم تصريحات أم تحذيرات أم تهديد، تلك التي حملها المسؤول الإسرائيلي، ربما كلها معا إذا وضعت في سياقها الزمني. فليبرمان وقبل أيام قليلة فقط نصح الأسد قائلا: تخلص من الإيرانيين وأتباعهم لكي تعبر إلى وضع أفضل. هذه نصيحة بألف صاروخ ربما. نشاهد. أن نصائح ليبرمان للأسد يعني هي مزيد من الإهانات للرجل. الرجل يتلقى الإهانات ذات اليمين وذات الشمال من كل المسؤولين على مستوى العالم، لكن يبدو أن هذه النصائح، نصيحة ليبرمان، قد أتت أكلها، وسيتضح هذا طبعا في سياق الحلقة. النصائح الإسرائيلية أتت أكلها. أعلام النظام للمرة الأولى نرقب أو نشاهد على أعلام النظام من يخرج وينتقد إيران صراحة. يعني من المقدسات، أنت كيف تنتقد الأشقاء في الجمهورية الإسلامية؟ النصائح الإسرائيلية بدأت تأتي أكلها. الشباب في محور الممانعة يبدو والله أعلم أنهم ليسوا على قلب رجل واحد. عموما نحن نتابع. بينما يرقد الأسد للتفكير بالنصيحة الإسرائيلية، وهي نصيحة مهمة ونصيحة غالية،
تبادر واشنطن على عجل وتصفع طهران صفعة اقتصادية جديدة تضرب ذراعها العسكري الضارب في الخارج وهو الحرس الثوري. لم يمضي يومان على وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على إيران على خلفية انسحابه من الاتفاق النووي معها، لم يمضي هذان اليومان حتى بادر وزير الخزانة الأمريكي لتنفيذ وعود الرئيس بفرض عقوبات على 3 شخصيات وست كيانات، يعني جماعة من الشباب في الحرس الثوري، 3 شخصيات و6 كيانات تجارية تورطت بتمويل أنشطة الحرس الثوري المصنف على قوائم واشنطن للإرهاب منذ عام 2007، بغض النظر يعني عن طبعا عن صدق هذه العقوبات الأمريكية من عدمها. كما أن الجماعة في محور الممانعة ليسوا على قلب رجل واحد، كذلك الأمريكان ليسوا على قلب رجل واحد. بالأمس التقطت صور لجون كيري مع مسؤولين إيرانيين في باريس مع شخصيات إيرانية، وقيل أنه كان يقهقه على ترامب. الاتجاه الآخر من الدولة الأمريكية، الدولة العميقة ضد هذا، متماسكة بالاتفاق النووي مع الإيرانيين، الأمور بين صد ورد. لكن دونالد ترامب الرجل يعني وعد فأوفى، قال سأنسحب من الاتفاق وانسحب من الاتفاق. ترامب وصف الحرس الثوري الإيراني، وصفه بالميليشيا الإرهابية الفاسدة بنى ملاحقة كيانات تموله حول العالم. هاجمه بشكل حاد الحرس الثوري متوعدا بتجديد الخناق حول أنشطته العسكرية وتجفيف مصادر تمويله. هذا الحرس الثوري، الحرس الثوري تأسس أعقاب ما يسمى طبعا بالثورة الإيرانية عام 1979 القرن الماضي بقرار من المرشد الأعلى للثورة حينها خميني، وذلك بهدف حماية النظام الناشئ وخلق نوع من توازن القوى مع القوات المسلحة النظامية، لكنه اليوم يتحكم بثلث الاقتصاد الإيراني، لذلك هو يعني ثالث أغنى مؤسسة في البلاد. وهذا الحرس الثوري في منعطفات كثيرة لعب أدوار كسلاح ضد طبعا يعني بالقمع والقتل ضد مناهضي النظام الإيراني في الداخل وفي الخارج.
خسائر قوية، يعني حسين همذاني ومهدي دهقان هؤلاء خسائر قتلوا في سوريا، أضف إلى ذلك الذين قتلوا في العراق. عموما حتى الحرس الثوري الإيراني كذلك ليس على قلب رجل واحد، هناك إشكاليات الآن بين رئيس هيئة الأركان الإيرانية وحسن روحاني ضد قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري، يحملونه مسؤولية الخسارات المتلاحقة. يبدو أن هناك أسماء لامعة من ضباط إيرانيين قتلوا. موقع أمد نيوز هو الذي نقل هذه الخلافات بين اتجاه روحاني ضد قاسم سليماني. كذلك عضو لجنة مجلس الأمن القومي الإيراني عمليا شتم بشار الأسد، قال انه يعني موقفه سلبيه، وهو يعني لا يراعي، لولا انه الايرانيين لما صمد بشار الاسد ولما تم تقديمه للعالم بشكل افضل. عداك عن طبعا يعني شرشحه أفيغدور ليبرمان لبشار الاسد، لكن يبدو الجو متخلخل في صفوف الممانعه. هناك كلام قيل طبعا يعني عن شخصيات بعينها، ضباط بعينهم تم قتلهم في دمشق وبيروت. الايام القادمه سوف تكشف من هذه الشخصيات، لكن الشباب في محور الممانعه موقفهم والله اعلم يعني موقف سيء. إعلام النظام، شخصيات محسوبة على النظام تشتم الإيرانيين أو تنتقد الإيرانيين بشكل واضح، وهذه أول مرة تحدث في تاريخ يعني أبجديات الممانعة. المحور الثاني، أستانا التاسع بعد يومين، نحن يعني في حضرة أستانا التاسعة بعد يومين، وما جاء يعني أستانا وقبله جنيف إلا وخسر السوريون أرضا من أراضيهم. هذه الأستانة في العاصمة الكازاخية، وكازاخستان بالمناسبة تشبه في ديمقراطيتها ديمقراطية حزب البعث، وللصدفة رشحتها روسيا لاستضافة مؤتمر يحل مشاكل السوريين بمحض الصدفة. الجديد في المؤتمر أستانة هذه المرة هو الاتفاق على فتح طريق دمشق حلب الدولي. الأوتوستراد الأكبر والأهم في سوريا، تريد روسيا تطبيع الأوضاع كما لو أن شيئا لم يكن، فلا معتقلين في سجون النظام ولا مدن بالكامل تدمرت عن بكرة أبيها، وتهجر كل أهلها كما حصل في داريا وحمص القديمة مثلا. لكن هذا الطريق يمر عبر مناطق خارجة عن سيطرة النظام، فارتأت روسيا الاتفاق مع الأتراك الضامن من جهة من جهة المعارضة على فتح الطريق للتبادل التجاري بين البلدين، أو عفوا بين المنطقتين، ويسافر الناس من دمشق إلى حلب للمرور بحواجز تحتاج منهم على الأقل تعلم لغتين أو ثلاثة. أستانا التاسع يختلف عن سابقيه، فهو قد وصل على وقع تهجير عشرات آلاف السوريين من أرضهم في حزام دمشق وريفي حمص وحماة، فبات لزاما استكمال خطة الروس في فرض الحل السياسي وفق معطياتها وتطبيع الوضع بشكل كامل في كل سوريا، ثم الظهور في مظهر البطل المخلص لأوجاع الناس. هذه المرة على طاولة حوار العاصمة الكازاخية سيكون فتح أكثر طرق سوريا حيوية في السابق بندا أساسيا، ووصل دمشق السياسية باقتصاد حلب لتنتج مفهوم الانسجام تحت مظلة بشار الأسد، وتغدو معالم الحضارة التي دمرتها طائراته على ضفتي الأوتستراد الدولي شاهدة على هول الفاجعة. شرايين الحياة كما تسمى، وعلى أساسها أنشئت حضارات وأمم، وبمعيتها تكونت اقتصادات دول وتغيرت سياسات، هي الطرق الواصلة بين المدن الرئيسة والكبرى، من بينها طريق دمشق حلب الدولية الأكبر في سوريا والمقطوع منذ أكثر من 6 سنوات، حيث بدأ الحديث عن إعادة تفعيله منذ فترة بضمانات روسية على مناطق سيطرة النظام وتركية في مناطق سيطرة المعارضة، خصوصا في إدلب ومناطق غرب حلب. الأوتوستراد الذي يشق مناطق القلمون ثم مدينة حمص وريفها الشمالي الذي تهجر أهله قبل أيام، ثم يمر عبر مدينة حماة وريفها الشمالي أيضا، ممتدا إلى ريف إدلب في معرة النعمان وسراقب، سيحوي نقاط مراقبة ومعابر بين المعارضة والنظام كتلك الموجودة في العيس أو مورك. لكن يتساءل سوري خرج طالبا للحرية في 2011، أليس الأولى أن تفتح أبواب المعتقلات ومدن المهجرين بدلا من فتح طرق ما كانت إلا سبيلا لأرتال الموت
الذي نشره النظام طوال السنوات الخمسين الماضية، فأصبح كالسرطان المنتشر في جسد سوريا المتعب المليء بالطعنات والمقطع الأوصال في قلوب الشعب قبل أن يكون في جغرافية البلاد. مبدئيا يعني في زحمة الخبر الأستانة ونحن في حضرة أستانة التاسع، وزير خارجية تركي مولود جاويش أوغلو قال أمام الصحفيين العرب أن إدلب هي تخضع للسيطرة التركية وهي بحماية الأتراك، هكذا قال الرجل مولود جاويش أوغلو، قال بعظمة لسانه أنه إدلب بحماية تركيا. بالتالي يعني ذهبنا إلى أستانة 9 إلى أستانة 10 11 12، الرجل قال وزير خارجية تركيا قال إدلب بحمايتنا ولن نقبل تهجير أهالي إدلب، بالتالي يعني لا هجوم على إدلب. والأخبار يعني أخبار الفصائل في إدلب تؤيد يبدو هذا الموضوع، الآن هناك حديث عن انصهار الفصائل تحت الرايتمان فيلق الشام، من ضمنه طبعا هي تحرير الشام، هي تحرير الشام الآن تغازل الفيلق غزل غريب وطارئ. من أقصى الجنوب السوري إلى أقصى الشمال السوري الطريق مر ويمر بكثير من المنعطفات الهامة والمعارك والتبدلات في عمر الثورة. منذ تدخلها لمساندة النظام سعت روسيا على الدوام لاتباع سياسة خنق المناطق، يعني من درعا إلى دمشق إلى حمص إلى حماة إلى حلب، طبعا أكيد بالتأكيد مرورا بإدلب، هذه المنطقة هي بيضة القبان الآن بالأزرق. روسيا سعت إلى خنق المناطق الخارجة عن سيطرة النظام واتخذت حوالي هذا الطريق بالتأكيد، واتخذت لأجل ذلك وسائل عدة، منها مثلا قطع الطرق للسيطرة على المنافذ البرية الاستراتيجية. طيب الخريطة التالية توضح أهم هذه الطرق، نشاهد. وضعت روسيا قضية الطرق أولوية منذ تدخلها في سوريا عام 2015 وعرفت بـ M5، أي شبكة الطرق الرئيسية التي تصل خمس محافظات سورية ببعضها البعض. بدأ العمل مركزا على الهدف الروسي M5 بعد انتهاء الجولة السادسة من أستانا التي حددت مناطق خفض التصعيد، وهي ذاتها الأراضي الواقعة في حرم الطرق المستهدفة. تلاها عمليات الهجوم المتتابعة التي بدت جلية مع تهجير أهالي الغوطة الشرقية فريف حمص الشمالي لتأمين الطريق حتى حماة وبطبيعة الحال إلى الساحل. وعلى ما يبدو بات أمر الوصول إلى حلب بحاجة لجولة مفاوضات من المقرر خوضها في أستانا من جديد وتحمل الرقم 9. تريد روسيا هذا الطريق من درعا إلى حلب، تريده سالكا، تريده ميسرا، تريده بأستانا بغير أستانا تريده. يعني لنرى مثلا نتائج أستانا 9 ما الذي ستأتي به. المصلحة أولا والبقية تأتي، أما عن المصلحة فهي الطرق الداخلية بين المدن الخاضعة لسيطرة متبادلة من طرفيها، النظام والمعارضة. مثلا طريق مورك الاستراتيجي فيه نقطة تلاقي ممرات بين مناطق المعارضة والنظام، منه من هذا من معبر مورك عبرت البضائع والمزروعات إلى كلا الطرفين، وإليه يعود الحديث لتنشيطه أكثر بغرض زيادة التبادل الداخلي بين تجار المنطقتين، تجار النظام وتجار الشباب في تجار المعارضة، طبعا دون اللجوء لفرض ضرائب أو أتوات. أحمد عاصي ذهب إلى هناك إلى معبر مورك، راقب الحركة التجارية وعد لنا القصة التالية، نشاهد أحمد عاصي. تعد مدينة مورك من أهم مدن ريف حماة الشمالي لوقوعها على الطريق الدولي حلب ودمشق، ما زاد من أهميتها بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية افتتاح المعبر التجاري الذي عرف باسمها ليكون بوابة تجارية تصل مناطق سيطرة النظام بمناطق المعارضة. تدير المعبر كوادر مدنية تحت حماية فصائل من الجيش الحر لتسهيل حركة البضائع التجارية بين الشمال والجنوب بعد إعفائها من الضرائب. طبعا نحن في معبر مورك، هو عبارة عن معبر مدني تديره هيئة أو إدارة مدنية، جميع الموظفين داخل المعبر موظفين مدنيين من أصحاب الكفاءات،
داخل المعبر، طبعا كجهة أمنية تحمي المعبر فصائل الجيش الحر. قمنا بإعفاء كافة المواد الداخلية من النظام إلى المناطق المحررة، وأيضا تخفيض بعض الأسعار المواد. يتم تفتيش السيارات العابرة من قبل عناصر منشقين عن أجهزة الشرطة والجمارك للتأكد من سلامة البضائع المارة ومطابقتها للمواصفات التجارية، ومنح التجار إيصالات بكمية ونوعية البضائع التي يتم نقلها. نقوم بتفتيشها بالمواد اللي محملتها وداخلي فيها على طريق النظام، بيكون معه مثلا فواتير من دقيق فيها، الشباب بيطلعوا على الظهرة بيشوفوا بيقيدوها على الفواتير، ايش مشيل ايش محمل ايش كذا، الصناديق الجانبية بيفتشوها. تأتي أهمية هذا المعبد من تنشيط الحركة التجارية في مناطق سيطرة المعارضة وتصدير ما يتم إنتاجه داخل هذه المناطق. يعتبر هذا المعبر من أهم النقاط الحيوية التي تسيطر عليها قوات المعارضة لتأمين حاجة هذه المناطق من المواد التي لا تتوفر فيها دون فرض قيود أو ضرائب على هذه المواد كما يقول القائمون عليها. أحمد عاصي، تلفزيون سوريا، ريف حما. صحيح كلام أحمد عاصي عندما ينقل عن المسؤولين في المعبر أنه دون ضرائب أو أتوات، لكن هذا قبل فترة، يعني مع تغير الجهة التي كانت تسيطر على المعبر لم يكن، كانت هناك ضرائب وأتوات، وفي سبيل هذا المعبر فتحت معارك وأسيل الدماء، قيل أنها من أجل قيم كبرى لكن لا، هي من أجل معبر مورك تحديدا. هربوا من الكيماوي والبراميل وتهجروا بعد الجوع والحصار والفوسفور ليجدوا أنفسهم في مخيمات الصفيح القاسية التي تنعدم فيها أدنى الشروط الإنسانية. مهجروا الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري يكتبون فصلا جديدا من معاناتهم، لكن هذه المرة بفعلين كان يمكن لأحدهما أن يخفف وقع الثاني. أول الفعلين هو عاصفة طبيعية اقتلعت خيامهم وجردتهم من لحظات السكينة وتركتهم مشردين في البرد والوحل. أما الفعل الثاني ما هو؟ المنظمات، الجماعة في المنظمات التي راقبت وتراقب، سمعت وتستمع، شاهدت وتشاهد مآسيهم دون تحريك أي ساكن. الجماعة في المنظمات، جماعة في المنظمات أين أنتم؟ هذه قصة المهجرين الغوطة الشرقية ووضعهم المأساوي في المخيمات الشمال السوري، وضع يعني لا يوصف، ستكون آخر قصصنا لحلقة هذا اليوم مما تبقى. طبعا هذا نسخة من هذا التقرير للأستاذ المحترمين في المنظمات الإغاثية، نشاهد. سيول وعواصف مطرية تزور هذه المخيمات للمرة الثالثة خلال أسبوع. قد لا تعكس صورة المخيم اليوم الوضع الذي عاناه يوم أمس، غير أن آثاره واضحة على وجوه ساكنيه التعبة، خاصة من عائلات الغوطة المهجرة والتي لم تكمل شهرها الأول بعد خارج الحصار في مخيمات صدمتهم أحوالها كما يقولون. امبارح كثير قاسينا، والفترة الماضية كمان قاسينا كثير، بس امبارح كان يعني مطر غزير كثير، الخيمة طافت تحت المد كله تعبى ماي، بدنا نطلع نمشي ما قادرين نطلع، يعني نطلع على برا نجيب ماي نشتغل نعمل شيء شغل نجيب أكل ما قدرنا نطلع نهائيا، المي صارت تحتنا وفوقنا يعني وضع مزري للغاية. كيف غلبنا والوضع صغار هاي، وهون طبيعة الترابة هاي دبقة دبقة هاي، بس يتمطر شوية الواحد ما بده يطلع منه، ضل قاعد حمامات بعيدة لا بيضروا لا بتفضل، يعني عنا الحريم النسوان ما بتطلع بتروح بتجي، شو طلع على في 200 متر الحمام، يعني شغلة كتير كتير صعبة. عشرات المخيمات العشوائية وآلاف الخيام يعيش سكانها في وضع مأساوي. يأوي هذا المخيم شمال مدينة عزاز على الحدود السورية التركية 56 عائلة من عوائل الغوطة المهجرين، ومئات العوائل الأخرى من قرى مسكنة ودير حافر يعيشون هنا منذ عامين. للأسف يعني الأحوال الطبيعية والجو والأمطار رجعت زادت علينا، وصار عنا سيول ليلة مبارحة وطافوا عدة خيام عنا، وفي عالم يعني باتت برا
صارت الاسفنجات اللي عندهم، الحرامات اللي عندهم كلها مياه ووحل. اضطرينا نرجع نحط العالم بالهناجير لنرجع نجيب لهم الفرش ونجهز لهم الامور فيها. امطار وسيول لم تكن بالحسبان تعيق الحياة المؤقتة التي يعيشها سكان المخيم، يحاولون العودة لحياتهم والتغلب على تقلبات الطقس المفاجئة ما أمكنهم. مرت السيول من هنا تخبرنا هذه الخيمة التي كانت مهمتها أن تأوي ساكنيها والذين غادروها وغادرت السيول، لكنها المأساة قد بقيت. وائل عادل، تلفزيون سوريا، من مخيم الإيواء شمارين، ريف حلب الشمالي.